حافظت مملكة البحرين على مرتبتها الثانية عربيا وإقليميا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة وتصنيفها ضمن فئة الدول ذات المؤشر العالي جدا في مجال التطور العام للحكومة الإلكترونية. وأشاد التقرير بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل باعتباره أحد الإنجازات التي حققتها المملكة على الصعيد الدولي وأحد أبرز القنوات التفاعلية التي اعتمدتها في تعزيز مشاركة الجمهور الإلكترونية. كما أكدت نتائج الدراسة إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر رأس المال البشري والذي يعكس بدوره تقدم مستويات التعليم الأساسي في المملكة ومواكبتها للمستجدات التقنية. أشار التقرير إلى أن البحرين حريصة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات الحكومية ومثنيا على دور الحكومات الرقمية في مجابهة جائحة كورونا وفي تقديم الخدمات الإلكترونية والاستشارات الصحية وإدارة الأزمة.